هو العندليب الأسمر اللي تغنى العالم بأغانيه، اسمه عبد الحليم علي شبانة، وتولد يوم 21 يونيو 1929 في محافظة الشرقية، وهو الابن الأصغر بين أربع إخوات وهم إسماعيل ومحمد وعليا. توفيت والدته بعد ولادته بأيام، وقبل أن يتم عبد الحليم عامه الأول توفي والده ليعيش اليتيم من جبهة الأب كما عاش من جبهة الأم. كبر شوية والتحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943، وهناك قابل الفنان كمال الطويل. كان عبد الحليم طالب في قسم تلحين، وكمال كان في قسم الغناء والأصوات، ودرسوا مع بعض لحد ما تخرجوا سنة 1948. من أول الأغنيات اللي تغنى بها العندليب كانت أغنية صفيني مرة 1952، لكن وقتها رفضها الجمهور. وبعدين سنة 1953 أعاد عبد الحليم غنائها ونجحت نجاح كبير جدا. من المفارقات اللي حصلت في حياة العندليب الأسمر إنه أنقذ حياة الإعلامي شريف عامر أثناء طفولته. الحكاية دي حكاها والده الكاتب الصحفي منير عامر، إنه بعد ميلاد شريف عامر ب 12 يوم اكتشفوا إنه عنده التهاب رئوي حاد ومحتاج لعلاج مش موجود في مصر. فكتب منير عامر مقال بيحكي فيه مأساة ابنه، وكان عبد الحليم وقتها في بيروت، فلما قرى المقال جاب من الدواء كميات تكفي سنوات، وفعلا خف شريف عامر بسبب عبد الحليم. عاش عبد الحليم في قمة المجد وغنى كتير من الأغاني زي أهواك وبحلم بيك ومغرور وجبار وقارئة الفنجان وغيرهم كتير. عبد الحليم كمان بجانب الغناء كان فنان شامل، فعمل كتير جدا من الأفلام من بطولته زي يوم من عمري والخطايا وشارع الحب، وكان آخر أفلامه أبي فوق الشجرة. توفي عبد الحليم يوم 30 مارس 1977، كان عمره ساعتها 47 سنة، وساب وراه ميراث كبير جدا من الأفلام والأغاني اللي عايشة معانا ومستمتعين بيها لحد النهاردة.